السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي مبلغ من المال من أسئلة الصفحة على الفيس شيخ كريم، صفحة القناة قناة الندى. معي مبلغ من المال وأريد استثماره ولا أستطيع التجارة، وأنا أحتفظ به في أحد البنوك، ماذا أفعل في فائدة البنك وكيف أستثمر المال؟ أنت انظر إلى ثقة، ترى أنه ثقة أمين وماهرا، يعني ما يعني لا ينفع معك الثقة الأمين الذي ليس له إتقان في التجارة. لابد أن تختار أن يكون قويا أمينا ثقة ماهرا تاجرا مبدعا، وتعطيه المال على الأمان وتتاجر معه، وهذا يكون البركة، كل البركة في هذا. والاقتصاد حقا ينتعش بمثل هذا. هذا 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 يعمل بالمال فيربح المال، هو يفتح البيت والثاني يفتح البيت بالثمرات التي تأتيه. أما بالنسبة للبنوك هذه مصيبة كبرى، لأنه وصل كل الفوائد، هذه ربا، والربا ملعون صاحبه، والربا إلى قل كما ورد في الأثار. وأيضا قد قال الله جل في علاه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب الرجل وضع المال يخشى عليه أن يضيع، أن يسرق، فوضعه أمانا. طيب أخرجوا المال، أنا أقول لا يأخذه، لا يأخذه. طب أخذه وعامة الناس يأخذونه، الفقراء أولى به. ولا يقال أن هذا مال حرام، إذا كيف الفقراء؟ لا لا لا، إن اختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام. فيعطيه المال، لا أنه يكتسب الثواب، لا، طهرة للمال يعطيه للفقراء. جزاكم الله خير.